يعني اتهاجمنا من ابناء نادي الزمالك. اولا مصطفى محمد عقده مستمر مع نادي الزمالك لغايه نهايه موسم 2024، لغايه 2024. اه نهايه موسم 2024. العقد ده صالح قانونا؟ طبعا ده هو العقد المسجل في اتحاد الكوره من اكتر من سنه، واللي على اساسه الزمالك يمتلك البطاقه الدوليه للاعب، واللي هو اعارها لنادي جلاتا سراي. حتى لو العقد ده ما تمش توثيقه؟ هذا العقد موثق في اتحاد الكوره. هذا العقد موثق في اتحاد الكوره. اما قصه العقد الغير موثق، جرى العرف، وهنا يبقى كده بنأكد. يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان في عقدين. هو في عقد واحد. عشان نوضح للناس. طب قول لي. مصطفى محمد لاعب موقع في نادي الزمالك من قبل ما احنا نستلم مهمتنا. هذا العقد مدته 5 سنوات، عدى منه جزء وفاضل ينتهي في سنة نهاية موسم 2024. هذا العقد المسجل في اتحاد الكورة منذ فترة طويلة هو اللي على أساسه مجلس إدارة نادي الزمالك امتلك، أو اللجنة اللي كانت بتدير يمتلكوا البطاقة الدولية بتاعته لغاية 24. بالظبط، وهو اللي احنا أو اتخذ قرار بإعارة مصطفى بناء على هذا العقد. ده نفس العقد اللي حضرتك قلت إنه كان معاك في البيت. العقد بقى اللي كان معايا في البيت قصة تانية خالص. ولا ده عقد تاني؟ عقد تاني. يبقى في عقدين. بس العقد يصبح عقد بتوقيعه بمحتوياته القانونية. ما ينفعش عقد يبقى ممضي على بياض ونقول هذا عقد. طب العقد ده عقد ايه؟ جرى العرف لما بيطلع أي لعيب إعارة بتعمل عقد تغطي فترة إعارته. ودي باتفاق الطرفين. مصطفى محمد تمت الموافقة على إعارته يوم 29 يناير قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في أوروبا. أيوة. 48 ساعة. كان لازم يسافر يوم ده الاتفاقات النهائية خلصت يوم 29 الساعة 11 بالليل. تمام. هو لازم يسافر يوم 30 الصبح بدري عشان يعمل الاختبارات الطبية عشان يكون لائق. فتعامل العقد ده هو قاعد لم يتفق مع مجلس الإدارة على رقم لتمديد العقد. أعلن رقم؟ هو طلب رقم. كان كام؟ لا ما احبش اقوله، يعني دي من ضمن الحاجات اللي بين اللاعب والنادي طالما لم تتم. طيب كان ولكن هذا العقد اللي موجود حاليا هو بنفس القيمه القديمه، فده معناها ان مصطفى محمد بعد ما تنتهي اعارته وفي عدم تفعيل بند الشراء سيعود لنادي الزمالك، وهيلعب اكتر من موسم ونص في نادي الزمالك بنفس العقد القائم بالقيمه القليله عليه. وبالتالي حضرتك شايف انه ما فيش مشكله بالنسبه للاعب ده؟ لا ما فيش اي مشكله، لكن ما تصدر في الاعلام من بعض ابناء الزمالك، وانا بحترمهم وعلى فكره يعني هو كابتن ميدو اتكلم في الموضوع وذكر اسمي فيه، ولكن للامانه هم حاولوا البرنامج يكلمني عشان اخش في مداخله، انا كنت نايم لما صحيت الصبح سالتهم. يعني محتفظ ليك بحق الرد؟ اكيد اكيد، لان ميدو بقى من ابناء النادي المخلصين. طب. ولما قلت من ابناء النادي ما كانش ميدو مش مقصود. حازم امام امبراطور مش مقصود، لكن في ناس كتيره مقصوده هم عارفين نفسهم. ما تقصد مين يعني؟ ناس كتيرة، ناس كتيرة جت وتواجدت معانا في فترات، ناس كتيرة كانت من ضمن أسباب شن الهجوم الرهيب على اللجنة التنفيذية لأسباب كتيرة يعني مش حابب إن أنا أخوض فيها. لكن كل الأطراف الموجودين بخصوص عقد مصطفى محمد، هو اللاعب نفسه وما زال موجودا، وأخوه حسين ووكيله ومجلس إدارة نادي الزمالك، هم كمان يطلعوا يتكلموا فيها. حضرتك كنت في اللجنه التنفيذيه صح؟ تمام. انا برضو ده انا عايز افهم اللجنه التنفيذيه دي. لا ما انا هقول لحضرتك سؤالي، نسب لحضرتك انه